قلبي معاك يا مدام نهى. شكرا. ازيك يا اسماء؟ ازيك يا عمر؟ اسيبكم مع بعض بقى. في ايه؟ مالكم؟ اصلنا هنسيب الفيلا ونروح نعيش في الغردقه. غردقه؟ ليه يا ماما؟ اصلي انكل حسام هيتجوز. يتجوز؟ مش ممكن. يتجوز ليه؟ مش ممكن. هي دي الحقيقة. اوعي تسافري يا ماما، اوعي. انا لو قعدت هنا هموت. انا يا جماعة انا محبوس هنا، حرام. انا عايش في السجن ده على امل زيارتكم ليا. مش معقول حتى الامل ده كمان تقطعوه عني. انتوا عايزين تزودوا عذابي اكتر من اللي انا فيه. يا حبيبي انا هبقى اجي لك كل اسبوع ازورك. انا ما اقدرش ابعد عنك. وليه يا ماما تبعدي عن بابا؟ وليه تبعدي عن ياسمين وعن عادل ابني اللي نفسي اشوفه عايش وسطيك وسعيد؟ ليه يا امي مصره تخربي البيت؟ انا ولا ابوك اللي اتجنن ونسي نفسه وسنه ونسيك ونسي عشرتنا؟ يا امي تقدري ترجعي ليكي بصبرك وبحبك ليه؟ صعب دلوقتي يا ايمن. مفيش حاجه صعبه على واحده بتحب جوزها وبينهم العشر الكبيره دي كلها. يعني عايزني اموت؟ الف بعد الشر عليك يا امي. انا كل اللي بطلبه منك انك تعيشي شويه بعقلك وتنسي قلبك والغيره دي. يا امي بابا ادانا حياته كلها، ثم كده بقى حضرتك هتحسسيني ان انا السبب في كل اللي حصل ده. وانت مالك يا ايمن؟ مالي ازاي؟ ما هي الازمه اللي انا فيها هي اللي خلت الفجوه اللي بين بابا وماما وحصل اللي حصل. يا ابني انا لازم ابعد شويه. ارجوك يا ماما، ارجوكي مش دلوقتي. ما تسيبيش المركب تغرق وتسافري. حاضر، بس انا هسافر اسبوع 10 ايام بالكتير. انا تعبان، تعبان يا ناس، تعبان. قولي لي يا سوسن، مبسوطه في حياتك؟ الحمد لله قوي. وقدرتي تنسي وليد واللي عمله فيكي؟ وليد مش انسان وحش، هو بس ضعيف الشخصيه قدام اهله. على العموم ده موضوع خلاص فات وانا مش عايزه اتكلم فيه تاني. واتجوزك ازاي؟ عادي زي الناس. صحيح هو كان من ورا اهلي وكانت غلطه عمري وندمت عليها، بس كان جواز رسمي. وجوزك عارف؟ طبعا يا نوال، انا مقدرش اكدب عليه في حاجه زي كده. الصدق والصراحة هو طوق الأمان في الحاجات اللي زي دي، وخصوصا في الحياة الزوجية. معقولة في واحدة تتجوز واحد وهي بتكذب عليه؟ طب وبعدين لما الحقيقة تبان ايه اللي هيحصل؟ أكيد حياتها هتبقى خراب. صح، وهو ده اللي حصل لي. حصل لك؟ ايه ده، انتي ما حكيتيليش. فضلت مخبية عليه أنا مين وبنت مين لحد ما طلب يتجوزني. وبعدين بدأت أتهرب منه، شك فيا ومشي وراي لحد ما عرف بيتي. بعدين شدني في وسط الجيران وصرخ فيا وقال لي لما انتي من هنا مكسوفة ليه؟ مكسوفة من ناسك ليه؟ وعايزة تطلعي في العالي ليه؟ يا كدابة يا مخدعة. الناس اتلموا عليا وما بقتش عارفة اعمل ايه، عملت نفسي مش عارفة. لكنه قال لهم الحقيقة. اني حقيقة فيهم يا نوال؟ اني كنت ماشية معاه وان انا قلت له ان انا بنت ناس اغنياء، يعني ضحكت عليه. يا دي الفضيحة، معقولة كل ده حصل؟ طب وبعدين؟ هي فيها وبعدين. طبعا الجيران عرفوا واهلي عرفوا والشارع كله عرف. ابويا ما بقاش عارف يرفع راسه في وسط الخلق يا سوسن، واخواتي صمموا ان احنا نعزل، لكن هي فين الشقة؟ طب وعملتوا ايه بعد كده؟ كل واحد فينا عاش عند قرايبه شوية لحد ما لقينا شقة، يعني اي كلام. بس المشكلة ان هم حتى مش عايزين يكلموني، لا بابا ولا اخواتي، مفيش غير امي بس هي اللي بتكلمني. انتي كنتي واخدة كل الامور ببساطة يا نوال. انا اتبهدلت يا سوسن، انا عارفة ان انا كنت غلطان ماشي، بس مش عارفة دلوقتي اعمل ايه، لا مع اهلي ولا مع بكرة اللي جاي. انا شايلة السر جوايا وساكتة، مفيش حد غيرك يعرف، مش عارفة اعمل ايه. طب يا نوال اطمني، انا بس عايزه عنوانك وعنوان اللي اسمه سمير ده،
وكل حاجة هتبقى كويسة إن شاء الله.